متابعين معكم وحي برسن، عبارة بنسمعها كثير بس اليوم رح نشوفها. حي نادرة جدا عثر عليها بالهند وخطوات جدية اتخذت للمحافظة عليها. مش كل لقتلة. التفاصيل. لا بالعكس، بتعرفي انت الشي حي برسن؟ اوف كذا واحد. خلونا نشوفهم لكان الحي برسن. حديقة حيوانات هندية عثر على ثعبان نادر برأسين طوله 10 سنتيمترات. وجود هالثعبان بالحديقة أثار استغراب القيمين عليها، بما أنهم ما شاهدوا مثل هالثعبان من قبل، لذلك قرروا اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقلوا إلى الحديقة الواقعة بولاية ساتشجارة الواقعة وسط البلاد للتأكد من سلامته قبل السماح للزائرين بمشاهدته. هالثعبان من نوع أفعى الرمال ويتواجد عادة بمناطق بجنوب آسيا بما في ذلك الهند وباكستان، وهو موجود حاليا بمكان منعزل بالحديقة استعدادا لإبقائه بشكل مستمر بداخله. من بعد هالتقرير بيبقى بس التقرير الرياضي اللي بنعرف من خلاله النتائج اللي تسجلت بال 24 ساعة الماضية. بكرة أكيد حلقة جديدة على الساعة 7:30، كونوا على الموعد. باي. أكد أنطونيو كونتي المدرب الجديد لفريق تشيلسي عودة الجناح الكولومبي الدولي إخوان كوادرادو لصفوف فريقه بعد انتهاء إعارته لموسم واحد لجوفنتوس بطل دوري إيطاليا، وأحرز كوادرادو 4 أهداف في 28 مع فريق السيدة العجوز. وما قدم كوادرادو أداء لافت خلال 15 مباراة لعبهم مع تشيلسي من بعد ما انتقل له من فريق فيورنتينا. وقال كونتي اللي جوفنتوس الفوز بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات، إخوان كوادرادو لاعب بفريق تشيلسي وراح يعود للنادي قريبا جدا، وكان شارك ب6 مباريات مع منتخب كولومبيا بالكوبا أمريكا وتحتل منتخب بلاده المركز الثالث. قام الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي مهاجم نادي تشيلسي الانجليزي الجديد بقطع اجازته الصيفيه ليشارك بفتره الاعداد للبلوز للموسم المقبل. وقطع باتشواي اجازته وشارك باول تمرين له مع البلوز بقياده انطونيو كونتي. واكدت ايضا احدى الصحف انه باتشواي قام بهالشيء ليثبت نفسه للجهاز الفني للفريق والتاكيد على استعداده لخوض التحدي لحصد مكان بالتشكيله الاساسيه للفريق الموسم المقبل. وانضم من صفوف مارسي الفرنسي بصفقة كلفت خزينة البلوز 33 مليون جنيه استرليني. أكد تقرير صحفي إنجليزي أن الفرنسي الدولي بول بوجبا لاعب وسط جوفنتوس الإيطالي تم انتقاله رسميا لمانشستر يونايتد ورح ينضم بشكل رسمي للشياطين الحمر يوم الثلاثاء. وقالت صحيفة ذا سان البريطانية أن الفرنسي الدولي الشاب أنهى إجراءات انتقاله لمانشستر ورح يخضع للكشف الطبي المبدئي 3 المقبل تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة. وكشفت الصحيفة عن تفاصيل تعاقد اللاعب مع مانشستر يونايتد، واتحسم الشياطين الحمر الصفقة ب 125 مليون يورو ورح يدفع النادي للاعب راتب أسبوعي ب 241 ألف يورو ورح يوقع على عقد مدته 5 مواسم. مورو إيكاردي عم بيجري محادثات مع الأرسنال مهاجم الإنتر ورح يلتقي بنفس الوقت مع إدارة النادي الإنجليزي الأسبوع المقبل بلندن. ومن المعروف أنه أرسنال عم بيبحث عن مهاجم من العيار الثقيل ليعزز خطه الأمامي وفي مفاوضات مع جونزالو هيغوين. وبيبلغ الشرط الجزائي بعقد هيغوين 94 مليون يورو ورح يكون إيكاردي متاح بسعر أرخص من حوالي 50 ل70 مليون يورو، وهو بس ب 23 سنة من عمره أصغر من هيغوين ب5 سنوات. وبيملك إيكاردي سجل تهديفي رائع مع 52 هدف ب 105 مباريات مع فريق الإنتر. بيرغب نادي ريال مدريد الإسباني بعودة نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل مستوى للملاعب، فلهالسبب ما رح يستعجل عودته ليغيب بالتالي عن أول مبارتين لفريقه بالليغا الإسبانية. وحسب ما نشرت صحيفة ماركا الرياضية، قرر نادي الملكي منح دون الفترة اللازمة للتعافي من الإصابة يلي تعرض لها خلال كأس الأمم الأوروبية، ورح يغيب بالتالي عن مواجهتي ريال سوسيداد وسيلتا فيغو بالإضافة لكأس السوبر
الأوروبية قدام إشبيليا بتسعة آب المقبل. وذكرت أنه هدف ريال مدريد هو منح نجمه شهر كإجازة للاستمتاع مع عائلته وآخر للتعافي من الإصابة. بتوقع الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي مزيد من النشاط لناديه بفترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأشار أنه بيرغب أنه يكون عنده مزيد من الصفقات خلال هالفترة ليعوض رحيل عدد من اللاعبين. وتعاقد لهلأ ليفربول مع ساديو ماني وجويل ماتيب ولوريس كاريوس بظل سعي الفريق ليحسن ترتيبه ببطولة الدوري الإنجليزي بعد حصوله على المركز الثامن بالموسم الماضي. وأوضح كلوب أنه بعض اللاعبين رح يتعين عليهم البحث عن أندية أخرى إذا بدهم يحافظوا على حظوظهم باللعب مع الفريق الأول، بينما بيستهدف النادي التعاقد مع لاعب أو اثنين بالفترة المقبلة. وبيحلم ليفربول أنه يستعيد لقب الدوري الإنجليزي الغايب عنه من عام 1990. أكدت تقرير صحفي إنجليزي أنه لاعب خط وسط ليستر سيتي رياض محرز لا يعتبر هدف لبرشلونة هالصيف. أفضل لاعب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي رفض مؤخرا عرض من فريق ليستر سيتي ليمدد عقده لمدة 3 سنوات بمحاولة لتحسين راتبه بعديته الفريق لتحقيق لقب الدوري الممتاز. وبيحصل الدولي الجزائري على 35,000 دولار أسبوعيا، ورفض أنه يمدد عقده ليصير 80,000 دولار أسبوعيا، وبيعتقد أنه بيملك عروض بيقدر يوصل لل 120,000 دولار أسبوعيا. اقترب لاعب خط الوسط الألماني الدولي ماريو جوتزي أكثر من أي وقت مضى من العودة لبروسيا دورتموند مع دخوله بمفاوضات مع فريقه الحالي بايرن ميونخ بشأن القيمة المالية للصفقة. وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أنه بايرن ميونخ عم يسعى للحصول على حوالي 28 مليون يورو مقابل استغناء عن اللاعب يلي اشتريه من دورتموند بال 2013 مقابل 37 مليون يورو. وما شارك جوتزي بأول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الإيطالي الجديد كارلو أنشيلوتي. قال التقرير صحفي انجليزي ان نادي مانشستر سيتي عم بيستعد ليقدم عرض مغري لاداره جوفنتوس للحصول على خدمات اللاعب الدولي الايطالي ليوناردو بونيوتشي، وعم يتسلح السيتي ب 50 مليون جنيه استرليني ليقنع فريق جوفنتوس ليتخلى عن بونيوتشي. واكدت الصحيفه انه جوفنتوس ما رح يناقش العروض لاقل من 50 مليون جنيه استرليني، وهن موافقين على رحيل بونيوتشي ليكون موجود الى جانب غوارديولا.